الهاتف الصحفي من الخرطوم هيثم محمود حميدة. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لك وللمشاهدين الأعزاء. أهلا بك. يعني لو وضعتنا وضعت المشاهدين في صورة وقائع اليوم أو خلاصة ما حدث. نعم، يمكن تظاهرات اليوم هي التظاهرة الأولى بعد التظاهرة السابقة التي قتل فيها العميد بريمة في الشرطة. نعم، العميد علي بريمة. يمكن بعد هذه التظاهرة استبقت الشرطة تظاهرة اليوم، هي ضمن التظاهرات الموجودة في جدول التضحية الثوري الذي أعلن منذ نهاية شهر يناير الماضي. في خلال تظاهرة اليوم استبقت السلطات الأمنية تظاهرة اليوم بحملة اعتقالات واسعة أمس وأمس الأول. هذه الحملة شملت عدد من مدن وأحياء الخرطوم في مناطق الصحافة والديم ومناطق أخرى، استطاعت فيها السلطات الأمنية أن تعتقل عدد من رؤساء لجان المقاومة وأعضاء مجموعة ما يسمى بقاضبون وملوك الاشتباك. كذلك يمكن عثرت السلطات الأمنية، على حسب السلطات الأمنية وحسب الصور والمعلومات الواردة إلينا، عثرت السلطات الأمنية على مجموعة من الأسلحة ومجموعة من الخوذات والأدوات التي تستخدم في التظاهرات. وايضا تحدثت المصادر عن القبض على مجموعه من الاسلحه، لم يتسنى لنا التاكد منها لان السلطات الامنيه لم يعني تقدم معلومات رسميه حتى الان. تظاهره اليوم استبغتها السلطات امس بحمله الاعتقالات، وكذلك كانت السلطات متواجده منذ فجر اليوم في السوق العربي، في منطقه السوق العربي، منطقه وسط الخرطوم. يبدو ان السلطات الامنيه في تظاهره اليوم اتخذت تكتيكا مغايرا تماما، إذ أن اعتدنا أن تكون الكباري مغلقة تماما وتشن الحركة في وسط الخرطوم، والقادمون إلى الخرطوم من بحري ومن جرمان كانت الكباري تغلق تماما. في تظاهرة اليوم ظلت معظم الكباري مفتوحة والجسور مفتوحة، الوصول إلى وسط الخرطوم وإلى غيرها كانت الحركة مستمرة. للأمانة تظاهرات اليوم لم تكن كبيرة، بل كانت الأقل عددا في خلال تظاهرات شهري يناير وشهري فبراير في تظاهرات السنة الماضية وشهر يناير الحالي. يعني خلال الشهر الحالي هي التظاهر الأقل عددا. ملاحظ، نعم، في خلال تظاهرات اليوم السلطات تقدمت مسافات كبيرة جدا للحواجز عن الفترة السابقة. حدثت في هذه التظاهرات اشتباكات كبيرة جدا وعنيفة جدا. هنالك يعني إحصائيات تتحدث لجان المقاومة ويتحدث تجمع المهنيين وعدد من الصفحات وعدد من ما يتحدثون عن 7 قتلى، بينما تتحدث حسب معلوماتنا الرسميه من الشرطه التي استقيناها عن 3 أو 4 قتلى. نحن اولا يعني نترحم على ارواح الذين مضوا خلال تظاهرات اليوم، ونرفض بشده العنف المطلق، ونرفض بشده القتل مهما كانت الاسباب والمبررات. لكن ايضا يعني تظاهرات اليوم نحن نلحظ ان يعني شل حركة مجموعة قاضبون ومجموعة ملوك الاشتباك التي كنا نرى شعاراتها وراياتها وأعلانها تكون مرفوعة أثناء التظاهرات بصورة كبيرة. يعني تغيير بسيط مجموعات قاضبون ومجموعات ملوك الاشتباك، هي مجموعات مدربة تدريب قوي جدا، وهم شباب شريفين جدا يتصدون للبمبار ويتصدون للقوات النظامية، وهم من يقودون التظاهرات ويشجعون الشباب على الاقتحام. يعني بنيتهم قوية جدا، لديهم قدرة عالية على الكر والفر، كذلك يعني يرتدون قفازات في أيديهم لإعادة البمبان والغاز المسيل للدموع، كذلك يرتدون خوذات أنا لم أرها لا عند القوات النظامية ولا عند الجهات الأخرى ولا عند الشباب العاديين. يرتدون كذلك نظارات وكمامات مختلفة عادية، هم من يقودون التظاهر ويرتدون يعني حتى أزياء مختلفة تماما. طيب اليوم قل عددهم، لم يكن عددهم كبير، ولكن كانت المظاهرات شرسة بصورة كبيرة جدا. وأنا في تقديري أن السلطات، كنت قد حذرت في اللقاء الماضي عبر هذا البرنامج خلال التظاهرات السابقة، وقلت أن تظاهرات اليوم ظهر يستحدث اليوم لديها سيناريوهين. السيناريو الأول إما أن تتمرد القوات أو تتخاذل القوات أو ترفض القوات أداء مهامها باعتبار أنها يعني القانون يقبلها عن استخدام العنف وكذا، وبذا ممكن تحدث فوضى،
والسيناريو الثاني هو الاستخدام المضاد للعنف. انا في تقديري ومن خلال مشاهداتي ان مظاهرات اليوم تم فيها استخدام عنفي مضاد وعنفي كبير جدا تجاه المتظاهرين الذين ايضا تبادلوا مع الشرطه هذا العنف، اذ ان تحدث السلطات في الشرطه عن اصابه زهاء الخمسين من اعضاء يعني من قوات من القوات الامنيه، وهذا يؤكد ان يعني ان العنف كان كبيرا من المتظاهرين. انا في تقديري نستنكر بشده، يعني لابد ان نستنكر بشده استخدام الرصاص الحي والقتل الذي يحدث في المظاهرات، فهذا في تقديري انه يؤدي الى تصعيد خطير جدا. ربما نختلف مع التظاهرات ومع اسبابها، ولكن يعني في تقديري ان استخدام العنف المفرط اليوم، يعني السلطات وصلت حتى عند مستشفى الجوده. يعني انا تابعت جزء من الحلقه، فقال رايتون المتحدث يرى ان موقف شروني، يعني منطقه يعني يمكن ضعف، انا اقول ان التظاهرات التي تبدا في موقف شروني يبعد عن القصر الجمهوري اقل من 600 او 650 متر، يعني اقل من كيلومتر. هو موقف شروني يبدا، التظاهرات اليوم بدات اصلا في منطقه محطه حجازي ثم محطه بازار، واتت عبر منطقه الدير، هي المنطقه التي تنتقل فيها التظاهرات، وتحركت فوق عبر ثلاث شوارع فوق حديقه الغرشي الى موقف شروني، وكان موقع الاشتباك وموقع الالتحام وتفريق التظاهر بين العسكريين والمتظاهرين، كان مسرح التظاهر موقف شروني. من بعدها لاحقت القوات المتظاهرين حتى مستشفى الجوده في منطقه الدير. هيثم محمود حميده الصحفي من الخرطوم، شكرا لك على هذا التلخيص.